الإشارات اللي التقطنا من الخطاب الملكي السامي والتوجيه العام اللي قدمه جلالة الملك بالنسبة للمرحلة الأولويات واللي عندها ثلاثة محددات رئيسية. المحدد الأول هو الخروج من الأزمة ديال الكوفيد، المحدد الثاني هو النموذج التنموي الجديد، المحدد الثالث هي مسؤولية ديال جميع المؤسسات على المستوى التنفيذ، المؤسسات التنفيذية والتشريعية في أغلبية ومعارضة في العمل يدا في يد من أجل البلوغ الأهداف اللي حددها النموذج التنموي. هناك إشادة بالنتائج انتخابات الخيار الديمقراطي اللي عرفته بلادنا، استحقاقات اللي عرفتها بلادنا واللي كرست الخيار الديمقراطي المغربي، وهذا يفتخر به جلالة الملك وجميع المغاربة. شكرا.